فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه قال كتاب الصلاة قال باب وقت العشاء الآخرة. ثم قال الإمام رحمه الله عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه وذكر مثله. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أن صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق فيما بينكم وبين ثلث الليل. ما أخذنا ذلك؟ قال وما عجلتم بعد ذهاب الأفق فهو أفضل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ثور بن يزيد قال سمعه مكبولا يقول كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت الحمرة. قال مكبول وهو الشفق. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتمى نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة للعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضع يده صلى الله عليه وسلم على شفاه. اللهم أمين ينفع الله بهم المسلمين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فاضل 5 دقائق يا سعد ونصلي. تفضل. أن يصلوها هكذا. بس نقف عند هذا. حديث عبد الرزاق عن ابن عينة هذا الذي تأذى به عن الزناد عن الأعرج صحيح؟ قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك لكل وضوء وبتأخير العشاء يعني العتم. طبعا قال لولا حرف امتناع ليش؟ للوجود. امتنع من الأمر بالسواك ماشي ما يهم. امتنع الأمر بالسواك حتى لا الوجود المشقة. وأيضا امتنع عن الأمر بتأخير العشاء لأن الناس ممكن عمال أنفسهم فينامون فلذلك شفق عليهم ويجعلها في أول الوقت. وإن كان من استطاع أن يؤخر ويصليها جماعة هذا الأفضل. ولذلك اختلف قول الشافعي هل الأفضل تأخير العشاء أم الصلاة على وقتها لعموم الحديث. وجهان وأنا أدين الله بأن الوجه الصحيح هو تفضيل تأخيرها إن كان سيصليها جماعة. وهنا في قوله بأن أبا موسى قال صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل وهذا على أساس أن آخر وقت العشاء ثلث الليل وهذا قول عند الشافعي وقول آخر وعند الجمهور وعند الحنابلة وقول آخر عند نصف هذا المذهب عند الحنابلة لم يكن وهما. والصحيح أن آخر صلاة العشاء إلى الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى وقت الصلاة الأخرى هو الفجر بعد العشاء. قال فإن أخرتم إلى شطر الليل ولا تكونوا من الغافلين. فإن أخرتم إلى شطر وهذا مذهب لأبي موسى أن آخر وقت العشاء يعني شطر الليل لكن آخر وقت العشاء الاختياري آخر وقت العشاء الاختياري لا خروج الوقت آخر وقت العشاء الاختياري إلى شطر الليل. وأيضا قال عمر بن عبد العزيز أن صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق فيما بينكم وبين ثلث الليل لأنه أول وقت العشاء حين غياب إيش؟ الشفق الأحمر هذا الصحيح هذا أول وقت صلاة العشاء. فهو قال غياب الشفق الأبيض طبعا أصلا عند الحنفية أول وقت صلاة العشاء غياب الشفق ليش؟ الأبيض. وده خطأ قول الجمهور الصحيح والصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عند غياب الشفق الأبيض إلى بين ثلث الليل على سن هذا آخر وقت الاختيار عنده والصحيح كما قلنا آخر وقت العشاء إلى الفجر. قال ما عجلتم بعد ذهاب الأفق فهو أفضل يعني لو عجلتم بعد غياب الشفق الأحمر حتى لا تصل إلى الثلث لأن الثلث عنده هنا هو الوقت الحرج هو إيه انتهاء الوقت الاختياري نعم وقت الاختياري الثلث ده آخر وقت الاختياري. عبد الرزاق في حديث عبادة بن الصامت قال ذهبت الحمرة قال مكحول هو الشفق يعني تصلي العشاء وهذا يقول على أول وقت صلاة العشاء وده العموم وده رجحه الشافعي.
ان الافضل يصلي في اول الوقت العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه لوقتها او الصلاه على اول وقتها بحديث ضعيف، لكن حديث ايش يستانس به. حديث عبد الرزاق انه روى عن ابن جرج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، وهذا يستدل بها الشافعيه على ان النوم ممكن مقعد لا ينقض الوضوء، لانهم كانوا نائمين قاعدين، والدلاله ان انس قال ايش تخفق الرؤوس، وهذا الخفقان لا يكون الا بهذا. رضي الله عنكم جميعا، الله يحفظكم. ورقدوا واستيقظوا فقام، طبعا رقدوا واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا وخرج النبي صلى، فلم يقل لهم توضؤوا، سيقولون النبي لم يرى، الله يعلم، يأمر ان يأمرهم لو كان ناقضا. فقال عمر بن الخطاب، فقال الصلاه وفيها تذكير الفاضل بالعبادات، تذكير الفاضل بالعبادات. فخرج النبي كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضع يده صلى الله عليه وسلم على شق رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. يعني هكذا إيش؟ بالهيئة ولا الوقت؟ على هذا الوقت، على هذا التوقيت يصلوها هكذا، يعني على هذا التوقيت بأن يصليها في هذا الوقت، وهو أن تكون لثلث الليل الآخر أو شطر الليل، لأن النبي بيّن الفضيلة، يعني ما من أحد ينتظر صلاة إلا أنتم، ودي معناها أن الخروج على النظائر إيش اللي بيحدث؟ يتعجب الرب. طيب إن كان من أسئلة يبقى الأسئلة بعد الصلاة، الآن سنصلي. والفؤاد المستنبطة لو أردتم بعد الصلاة أو ننتهي، الفؤاد المستنبطة تكون واحدة، أولا الفضل في تأخير صلاة العشاء، الثاني فعل النبي تشريع، الثالث عند التردد الأخذ بالأقل أفضل لأنه الأيقن. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.